بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف في الفيديو ده ازاي نسجل في شركة نيو بوكس، وهي احد شركات البي تي سي او الضغط على الاعلانات. طبعا عشان تدخل الموقع ده اكيد هتكون ضغطت على اللينك اللي موجود تحت الفيديو ده في مدونة كنيدي الربحية. بتضغط على كلمة ريجستر، هنا بتسجل اسمك وبتضع الباسورد اللي انت عايزها، وبتكرر الباسورد هنا مرة تانية، وبتضع هنا الايميل الشخصي بتاعك، وهنا بتحط حساب البنك الالكتروني الباي بال او الالرت باي. طبعا احنا فضلنا الالرت باي لانه افضل من الباي بال. فبتحط حسابك الالكتروني، اذا كنت انت عندك حساب بنك الكتروني قبل كده فبتحطه، لو ما عندكش حساب بنك الكتروني فهنا في المدونة موضوع يعني بيعرفك ازاي تفتح حساب في البنك الالرت باي وازاي تفعله عن طريق الموبايل. وهنا بتحط سنة الميلاد بتاعتك، وبتنقل الحروف الموجودة في الصورة دي في هذا المكان، وطبعا بتضع علامة صح على هذا الاختيار، وهو ان انت موافق على شروط الشركة ومبادئها، وبتضغط على continue. بعد ما تضغط على continue هتروح تفتح البريد الالكتروني بتاعك، وتدخل على الانبوكس او الجانك ميل. هتلاقي رسالة من شركة نيو بوكس، وفيها كود تفعيل رقم. بتنسخ الرقم اللي في الرسالة وتضعه هنا في هذا المكان زي ما احنا شايفين، وبرضه بتنقل الأحرف الموجودة في الصورة دي اللي أنا بأشر عليها هنا في هذا المكان، وبتضغط على Finish Registration. بعد ما تضغط على Finish Registration هتظهر لك الصفحة دي، ومفادها إن الشركة بتقول لك مبروك، يعني أنت تميت عملية التسجيل ويمكنك الآن تسجيل الدخول، فبتضغط على Log In Now. لما بنضغط على Log In Now بتظهر لنا الصفحة دي. طبعا هنا بتحط اليوزر نيم اللي انت سجلت بيه داخل الشركة، وهنا بتحط الباسورد اللي انت حطيتها. هنا المكان ده بتسيبه فاضي لانه اسمه Secondary Password، وهي كلمة السر التانية زيادة تأمين. طبعا دي بتعملها من داخل إعدادات الشركة، وهنتعلم ازاي لو حبيت تعملها كزيادة وضمان أمان، لكن هنا بتسيبها فاضية دلوقتي، لأن انت لو حطيت هنا كباسورد هيقولك ايه الباسورد غلط وما ينفعش تدخل. وهنا بتنقل الصورة الأحرف اللي في الصورة دي هنا، وبتضغط على Submit. طبعا بعد ما ندخل، بعد ما دوسنا على Submit هيظهر لنا الشكل دوت، وهو صفحة الحساب الخاصة بيا في الشركة، وإن شاء الله هنشرح بالكامل موقع الشركة في فيديو آخر.